انا كنت متابعك وبرضه باكد على حته الجماهير دي، لان يعني يمكن احنا متواصلين مع ناس حتى حبايبنا هناك في قطر مسلمين هناك مصريين، تقريبا التذاكر خلاص يعني يمكن على بكره الصبح هتلاقي التذاكر كلها خلصت. مش قبل يعني بكره الصبح، خلال ساعتين ثلاثه مش هتلاقي تذكره. ده حقيقي بالفعل. وكمان يعني حتى يعني يمكن كلنا كنا متابعين الاهلاويه على السوشيال ميديا، كان البعض رغم الاستقبال الجماهيري الجميل كان هناك البعض بأكتر من كده يكون موجود، ولكن هم قالوا إن تم السماح لعدد معين عشان ما يكونش فيه تزاحم وعشان الإجراءات الاحترازية، وبالتالي كان موجود العدد ده. يعني كان من المفترض كمان يكون أعداد أكثر من هذه الأمور. يعني خلينا نقول لك بس يعني يمكن تواصلي مع البعض قبل السفر الحمد لله الأمور يعني مستقرة جدا، روح المعنوية عالية كويس جدا جدا جدا، موجود مع البعثة أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، خلاص احنا وضحنا القايمه ويمكن كل اللعيبه كانت متواجده القايمه اللي انا قلتها بالامس، وان كان غاب صلاح محسن لان خلاص النادي الاهلي شاف حتى تواجده مش هيكون يعني ليه اي اضافه، فلم يسافر مع الفريق يعني حسام، بالنسبه لحسام حسن موجود لكن صلاح محسن هو الذي لم يتواجد. نفس القصه الحمد لله اللعيبه كلهم الدوليين هينضموا بمجرد نهايه المنتخب المصري. النهارده اللقطات اللي الناس وقفت عليها كلام الكابتن محمود الخطيب مع اللعيبة حتى في المطار وحتى في الطائرة وسلامه على كهربا وكل اللعيبة، أعتقد الأجواء كانت مميزة جدا. النادي الأهلي هيبدأ أول مران بإذن الله يعني اليوم بقى، خلاص تعدد 12 اليوم ويمكن هيبقى في متابعة لمباراة المنتخب المصري على طول. من غد هينضم اللعيبة الدوليين ويبقى ليهم برنامج خاص زي ما أنا يمكن قلته، في تواصل كابتن سيد عبد الحفيظ وموسيماني مع الكل، محمود متولي يمكن زي ما انا قلت كان موجود يصعد بمصر مع البعثة، ويعني حرصا من النادي الاهلي ان يتم عرضه على احد الاطباء في قطر واحد المراكز الطبية في قطر. وهو بالمناسبة يمكن تحدث وقال انا سعيد بتواجدي مع النادي الاهلي رغم الاصابة، قال بشكر الكابتن محمود الخطيب لانه التقى بي لدقائق وساندني وقال لي انا اطمئن عليك وهترجع احسن من الاول، فأنا سعيد بالاهتمام وسعيد بحرص النادي الأهلي على عودتي أكثر قوة. هو الإصابة الحالية عنده شد في العضلة الأمامية، النادي الأهلي هيعرضه برضه على أحد المراكز الطبية علشان يعرف سبب الإصابات المتكررة، ولكن هو قال بيشكر النادي الأهلي على الدعم وعلى المساندة دايما. خليني معايا زعب مصر. جاءني الآن بس خبر عاجل من قطر، مدرجات التالتة شمال نفذت بالكامل. مدرجات التالتة شمال في ملعب المباراة المخصص للسوبر الإفريقي ما بين الأهلي والرجاء نفذت بالكامل. وادي الصور، بصوا يا جماعة ما فيش تقطيع أحسن من كده. الدرجة التالتة شمال نفذت بالكامل، أهو الصور قدامكم أهو مظللة بالأحمر الغامق. التالتة شمال نفذت بالكامل، نفذت بالكامل. جمهور الاهلي العظيم ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش. جمهور الاهلي بيدي جامد اهو. ملعب احمد بن علي التالتة شمال نفذت بالكامل والمخصصة لجمهور النادي الاهلي، نفذت بالكامل في 4 ساعات. فضل ابو حميد، عايز اكد بس في القايمه كده يعني 30 لعيب المقيدين في القايمه الافريقيه موجودين مع النادي الاهلي في قطر باستثناء صلاح محسن واللاعب الشاب المهاجم احمد سيد غريب مهاجم فريق الشباب والمقيد في القايمه الافريقيه. برضو يعني يمكن على طول كان هناك تواصل على طول من مجلس الاداره بالكامل، ربما بعض اعضاء مجلس الاداره يبقوا قبل اللقاء موجودين لحضور المباراه، لكن في كل حال من الاحوال النادي الاهلي يمكن حتى كابتن سمير عدلي قبل السفر كان منسق كل الامور الخاصه ببرنامج النادي الاهلي في قطر، فاعتقد الامور هتمشي بانتظام. موجود البعثه الاعلاميه موجوده بالكامل، الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا. برضو الناس منتظره ان خلاص يعني حضرتك تعلم المباراه تم الاعلان انها تذاع على قنوات بي ان سبورتس 1، المعلق التونسي عصام الشوالي هو اللي هيعلق على احداث اللقاء من قلب ملعب استاد احمد بن علي المستضيف للمباراه. المباراة المفروض في 7 مساء الأربعاء القادم بتوقيت القاهرة، وقبلها بحوالي ساعة هيكون في يعني استوديو تحليلي. برضو يعني عايز أوضح برضو الحمد لله يمكن المسحة اللي الأهلي عملها
قبل السفر الحمد لله جاءت نتيجتها كلها سلبيه، وبالتالي يعني الاهلي مطمئن على سلامه البعثه ان شاء الله باذن الله. المسحه اللي عملوها في الدوحه زي ما حضرتك اتكلمت فور وصولهم في فندق الاقامه نتيجتها كمان يطلع خلال ساعات، ونطمئن يعني بالسلامه عليها. بدر بنون كمان انضم لبعثه النادي الاهلي اللي كان موجود في قطر في انتظار البعثه، يعني منذ ساعتين تقريبا انضم لبعثه النادي الاهلي في الفندق المقيم فيه وانتقل وانضم للبعثه. اعتقد دي حاجه كويسه عشان النادي الاهلي بكره يبدا باللعيبه المكتملين. اتبقى بس لعيبه النادي الاهلي الموجودين مع المنتخب الاول وفي نفس الوقت كمان اللي موجودين مع منتخب تونس. بالمناسبه الرجاء يمكن فاز على حسنيه غدير في الوقت بدل الضايع من خلال الساعات الماضيه في الدقيقه 93 في الجوله ال 13 اعتقد من الدوري المغربي. يعني هو تصدر جدول الدوري العام برصيد 27 نقطة عن الوداد، يعني مباراة كانت صعبة ويمكن دي آخر مباراة ليه قبل السفر، يسافر غدا أو اليوم بقى، وبالتالي يمكن فوزه على حسنية غزير بهدف المدافع الياس بن جديدة في الدقيقة 93 أكيد هيديهم الثقة ودفع معنوية قبل لقاء النادي الأهلي، ولكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي جاهز لهذا اللقاء الهام والمرتقب. ولزي ما أنا بقول لك بداية الاستعداد بإذن الله غدا او اليوم بقى كابتن محمود الخطيب هيجتمع مع البعثة بالكامل قبل بداية اول مران باذن الله. كمان جاءني الان موسيماني نزل تويتة للتو قال فيها متشجع جدا من تشجيعكم وسنبذل قصارى جهدنا يوم الاربعاء، جمهور عظيم لفريق عظيم. اهو التويتة لسه جايالي دي ولسه يعني لسه سخنة، يعني بص كده شايف عاملة ايه، عاملة 7 دقايق ولا 8 دقايق يعني. اهو شايف اهو لسه بعرض اهو، ونزل كمان فيديو اهو، ادي الموسى اهو يا جماعة، الموسى على صفحته على تويتر، وانا مع احمد السيد اهو على صفحته على تويتر متشجع جدا لهذا التشجيع، وان شاء الله بإذن الله هنشرفكم يوم الاربعاء. ومنزل بقى هذا الفيديو اهو، اهو منزل الفيديو ده وهو واقف يحيي الجماهير اللي كانت لا 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 مش هو واقف يحيي، لا ده منزل فيديو من الجمهور وهو بيحيي البعثة كلها. لا انا قصدي فور وصوله وقف يعني كان مبهر بالجمهور وقاعد يحييه. حاجه جميله. منزل فيديو مجمع مش الحته بس، يعني فيديو مجمع صح. الجمهور بالظبط. النهارده لعيبه كتير وقفت تصور بموبايلات على طول حتى تواجد الجمهور الجميل ده. رامي ربيعه برضه بالمناسبه اتكلم وقال مصلحه الاهلي مهمه اهم من مشاركته في لقاء السوبر بن عدمه، وقال مركزين ان احنا نحصد البطوله، وكان بيهزر حتى مع كهربا نفس القصه يعني. اتكلم برضه حسام حسن قال لا بديل امامنا غير حظ هذا اللقاء والفوز بهذه البطوله، سعيد بدعم الجمهور لينا، الجمهور على طول كان بيدعمني من قبل حتى ما اشارك مع النادي الاهلي، وده قيمه جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله نسعده يوم الأربعاء القادم، وإحنا مركزين يعني في كل اللعيبة عندها تركيز كبير جدا بإذن الله يعني في المباراة بإذن الله. المفروض الأهلي عشان برضو الناس نحطها في الأجواء، المفروض البرنامج بتاعه بيبدأ من الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة اللي هي حوالي 9 بتوقيت قطر، وما تبيننا بساعة أول مران هيبقى الساعة 9 وربع بتوقيت القاهرة اللي هي 10 وربع بتوقيت قطر. من المفترض كمان ربما بعثة النادي الأهلي يكون متواجدة في مدرجات مباراة مصر وقطر تشاهد المباراة من البعثة أو البعض منها في ترتيبات بخصوص هذا الأمر. في نفس الوقت يمكن في محاضرات للفيديو هتبقى على وقتين أو على فترتين صباحا أو قبل المران وعودة بعد العودة من المران في فندق الإقامة، بالإضافة طبعا لبعض التدريبات والتأهيلية بالجملة من النادي الأهلي واخد الفندق المقيم فيه يعني متكامل من ناحية الجيم ومن ناحية كل الامور التدريبيه والاستشفائيه للعيبه. فاعتقد ان شاء الله باذن الله الاهلي عنده يعني مران سبت حد اثنين ثم المران الاخير ثلاث ويلعب المباراه الاربعه ان شاء الله الاهلي يعود متواجد بهذه المباراه وبهذه البطوله.